لكنك مختلف تماما. حسنا، شكرا كثيرا. أعرف طبيبا يساعدك على التخلص منها وستتحدث بصورة طبيعية. أوه، هل الطقس حار هنا؟ كيف هو الطعام؟ انتظر لحظة، لا أصدق، هل هذا شعر مستعار؟ ماذا؟ لا أعتقد هذا. كنت أعرف أنت مخادع، أكره المخادعين. ماذا؟ لا، هذا شعري الطبيعي. ليس شعرك، سأنزع هذا الشيء من على رأسك وأري الجميع رأسك الأصلع أيها المخادع. لا أعتقد أيتها المزعجة. سيدتي، هل أنت؟ أهلاً جرو. مرحبا لوسي، كيف حالك؟ يبدو أن صديقتك مرهقة للغاية، كأنها أصيبت بسهم مهدئ للوعول. نعم أغمز لك، لأن هذا ما حدث بالفعل. معذرة، ما الذي يجري هنا؟ هي نائمة؟ لا تذكريني. لا تخف، ستتحسن الأمور من الآن. صحيح، ليلة سعيدة، استمتعت بوقتي. نعم، أنا أيضاً استمتعت. أتعرف يا جرو، تبدو أفضل بلا شعر. أراك غداً. سيد رامس بوتوم؟ أهلاً. ماذا تفعل هنا؟ أمسكنا به. من هو؟ فلويد إيجلسان. عثر عملاؤنا على غرفة سرية في متجره ليلة أمس وعثروا على هذا. إنه فارغ، لكن عثرنا على أثار مصل BX41 فيه، هو المشتبه به. لذا بطريقة ما، برغم عدم كفاءتك، حللنا هذا اللغز. تهمة مرفقة، لن تفلتوا بفعلتكم. أبعدوا أيديكم عني، أنا رجل أعمال محترم. حسناً، ماذا سيحدث الآن؟ حسناً، يمكنك العودة إلى أعمالك الآن. المربى والهلام، ويبدو أن العميلة وايلد سيتم نقلها إلى فرعنا في استراليا. استراليا؟ نعم، لكن نشكرك على كل شيء، وبكل شيء بالطبع، أعني لا شيء. إلى اللقاء والوداع يا سيد جرو. مرحباً. هاي، إذن نمنا منه. ياي، هذا رائع. ستنتقلين إلى أستراليا؟ حسناً، لم أتخذ قراري بعد يا جرو، ما زلت أفكر في الأمر. كنت أتدرب على اللكنة. مرحباً، كيف الحال؟ إذن أنا متحمسة. رائع، حسناً، بالتوفيق. شكراً، وأنت أيضاً. خذ، أنا أريدك أن تحتفظ به. أحمر الشفاه الصاعق؟ نعم، إنه مجرد تذكار. أعني، تعرف، لأول لقاء. شكراً يا لوسي. العميلة وايلد؟
حسناً، يبدو أنهم يحتاجون إليك، لذا... نعم، أنا علي الذهاب. سلام. Ha ha!